انا مش فاهمه منك حاجه. قالي خلاص فاطبيه من ام دي، يعني انا هنجيب الشغل منين؟ يعني نضرب الارض تطلع بطيخ؟ طفشت ومش هنرجعوا لها تاني الا وانا بنشتغل. يعني انت جاي ترمي بالك عليا وهتبلط؟ ماني ماليش حد تاني نروح له، وماليش بيت غير بيتك يا خالتي. اني هنشوف لك شغلانه على مزاجك، اني عارفه ان انت صاحب كيف يا ولد. هو فين الكيف؟ شغلانه ايه يا خالتي اللي هتشوفها لي يا اختي؟ ما تحمليش هم لاي حاجه، الواد محمود ابن اختي متودك ومش هيخليكي عايزه حاجه. خلاص يا ام احمد ريحتك. ماني سبق وقلت لك المطرح اللي بنعيش فيه ما نحبش حد يخش غير عبد العال. ماني قلت لك هنديكي مطرحين، المطرح اللي تحت للشغل والمطرح التاني اللي فوق مطرحك الخصوصي. يا سلام على مخك النور يا ام احمد. واذا حد يا اختي من الزباين عايز يشرب كاس اهو عندك دكات النص. هو انت جوزك فتح خماره ولا ما؟ يا اختي مش جوزها، ده طليقها، بس هي بتخدمه جدعان. المطعم يا اختي فتحوا يومين وبعد كده قلبوا محل بتاع ازوزه وخمره، سايبه ومقفوله. خلاص اهي محلوله، ايديها هتبقى بايدين وهتبقى المصلحه واحده. استبينا يا اختي. ما تقولي استبينا. استبينا. خير يا محمود. صباح الفل يا ست الكل. انت يا اخويا لسه بتفطر؟ اطمني، الزباين ما بتهلش غير بعد اذان الظهر. في حاجة عندنا في التموين ناقصة؟ اني بعد ما نشرب كوباية الشاي هنعمله شيشنا على كل حاجة، وإذا لقينا حاجة ناقصة كده ولا كده هنقولولك. طب اني خارجة شوية وراجعالك. اهلا يا معلم. اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اما انت يا جدع ناوي تنزل؟ اديني خبر، كنت نزلت وياك. واحنا كنا عارفين لك طريق. انا اللي دخت عشان اوصل لكم. رحت لكم بيت الكام، قالوا مشيتوا فين؟ على ما افتكرت مريم الشاميه رحت لها، هي اللي دلتني على بيت سكينه. اتنين مخصوص ليا وللمعلم ابو احمد. من عناية يا ريس، حسب الله. زي الحال. الله يكرمك. صباح الجمال يا معلم حسب الله. صباح الخير يا محمود. امال الست رايقة زي النهار؟ الحمد لله بقت أحسن يعني. إيه؟ يا رايا مالها؟ لا بعافية شوية، كانت ولدت والواد نزل ميت. لا سلامتها ألف سلامة. الواد اللي بيعرض ده يطلع إيه؟ ده محمود الزكاه اللي ماسك شغل سكينة دلوقتي. كنت يا اختي زمان كل ما حد بيقول حاجه تقولي له قادر ومكتوب، اشمعنى دلوقتي ما عدتيش بتقوليها؟ رضينا بالغلب والغلب ما رضاش بينا. نقول ايه؟ المرار اللي اني شفته يعلم الاسيه. هيكش فاكره اني زعلانه على الولد اللي مات. أنا اللي حرقني إن يموت وهيدي الحصابة اللي عيل اللي عايرني بيها. أنت لسه بتعملي له حساب يا ريا؟ أنا لازم نعمل له حساب لحد ما يجي الوقت اللي ما نعملوش فيه حساب. يا ولية ده عايش على عرقك على شقاكي، ده عامل زي الأكلان عمال بيمص في دمك وأنت مش حاسة. أنا ما نعرفش اللي بتقوليه ده، بس هيام بنقضيها لحد ما نشوف لي حل. طيب لما تقومي من رقدتك بالسلامه كده تاخدي بعضك وتنزلي على سوق الخيط، تسحبي لنا كام حرمه جديده كده ما يشبهولناش المطرح. احسن الحكايه دي يا اختي عامله لي زي العفريت اللي كل شويه يطلع لي. في حكايه الكام حرمه جديده دي عندك حق، عشان احنا النسوان اللي عندنا مضروبين وفينهم معروفين في الكراكون، يعني على قولك شبهه.
بس أنا ما نقدرش نكروشه، يبلغوا عننا ولا يجيبوا لنا نصيبه ولا ده. أحي يبقى بلاش نكروشوه، أحسن سيرتنا تبقى عيدة. ده إيه الهم ده؟ ولا تشغلي بالك، نشوفوا لهم صرف. اتفضل يا معلم. صباح الفل يا زكاك. صباح الجمال يا معلم. عيني الواد الزكاك ده عليه تعميره سلم ايديه في رصاه. مش قلت لك ده هديه ام احمد لينا؟ ده صيته ضارب في بحر كله. المهم ما ضربش للكراكون. على العموم المأمور اللي هنا راجل طيب، والمعاون بتاعه هو اللي كان في كرموز. نقلوش الواد عم موجود العسكري وراخر. على يا اخويا على خيبته، هو كان فالح بس غير في انه ياخد الجرايه من رايه كل يوم. امسكوا الخشب، الرجل عرفت البيت اهو. انك نسيت نفسك في البيت قبل ما تيجي، هبقى اشوف لك نفس نص عمر تشد بيه. تخشوا يا تمشوا، مفيش مطارح جوه يا معلمه. طب اوعالي كده، اوعالي ندخل نشوف صرفه في الحكايه دي. واني هنعمل لهم ايه؟ هنقعدهم على حجري؟ خساره الزباين دول يروحوا مننا. خلاص كلمي الولايه ام احمد خليها تفضي لك مطرح. يعني هتطرد السكان؟ طب عايزاني نعمله ايه في اليوم اللي مش طالع له شمس ده؟ هاتيهم هنا في مطرحك. ايوه يا اختي الدحلابي، انت مستخسره فيها المطرح. ما انت قافله طول النهار، هنفتحوه لحد ما يرجع عبد العال. ده حتى قفل باب الرزق قفل وحش. اني حره في مطرحي يا اختي. ما هو كله مكسب يا حبيبتي. طب تعالي شوف الناس اللي تحت قد ايه، ده يخلص برضو ضيوفنا عيب. بس هتدفعي لي ايجار الاوضه؟ طبعا. والشغل لحد الساعه 7 بس، عبد العال بيرجع تعبان وبيبقى عاوز ياكل لقمه ويستريح. ما تحمليش هم، انا ما يخلصنيش ان حبيب القلب يرجع ما يلاقيش حته يرتاح فيها. انت مش عندك مطرحك هناك؟ جايه هنا ليه؟ مش كفايه جوزك وعربي قاعدين قدام البيت زي قرد قطع؟ انا نحب نبص على الشغل ماشي ازاي، ولولا اني جيت صدفه كان الناس اللي تحت مشوا. يلا رتبي الاوضه، انا هنبعت الناس اللي تحت. اني نازله. طب ومحمود الزكاك هيلحق على تحت وفوق؟ امال انا جايبه ليه؟ ما هو عشان كده. انا ماليش دعوه بالحاجات دي، اسال المعلمه الاول. ايه؟ طيب انا هنشوف المعلمه سكينه ونقول لها. الكلام اللي بتقوله ده ولا يعني ايه؟ يقعدوا هو وهي في اوضه لوحديهم؟ انا مش ناقصه بلاوي تتحدف عليا. ماني ما اديتلهوش عقاد نافع، قلت له هنشور على المعلمه سكينه الاول. تشور عليا بايه ولا؟ هو انا فاتحه بدي للمسخره؟ انا مش عايزه البوليس ينط لي كل شويه. اللي عايز يشرب له كاس اهلا وسهلا،
اللي عاوز يشد له نفسين اهلا وسهلا، غير كده ما عنديش. وازاي حاضر تقفل له على كده؟ اجري اندهالي. حاضر يا معلم. هو محمود الزكاك قالك؟ من امتى يا خضراني بنوافقوا على الشغل البطال ده؟ ده الزبون هيدفع 15 قرش. ان شاء الله يدفع مال قارون، احنا مش بتوع الحاجات دي. وتاني مرة لو سمعت حاجة زي كده مالكيش عيش عندنا هنا تاني. فاهمة يا خضرة؟ فاهمة يا معلمة. يلا نجري شوفي شغل. بنقول لك ايه يا محمود يا زكاء؟ قوم. مفيش عندك لقمة ناكلها؟ حاضر. هنشور المعلمة. فين الزبون اللي عاوز ياكل؟ أنا يا معلمة. عاوز تاكل ايه يا عيون المعلم؟ رحب الاكل ده على فين كده؟ واحد من الزباين جاع، قلت نحط لهم الاكل بتاعي وبعدين نبقوا نطبخوا غيره كده. سفلقه؟ سفلقه ده ايه؟ كله بتمنه يا عيني. تاني كنت ناسي حكايه الاكل دي، انتهت عن بالي خالص. شفت البت سكينة طلعت قروبة ازاي؟ انا مش عارفة الحكاية دي ازاي فاتت علي. ايه ما احنا لو نفتح مخنا ممكن نكسب من الحكاية دي قرشين كويسين. ما هي هتشفطهم مننا برضو. لا، هو مش كل حاجة بالنص؟ ماني لما قلت لها كده قلت لي وانتي مش عندك زباين اطبخي لهم. وانتي وافقتي على كده؟ ما هي مش عايزة نتعاركوا اياها بقى. خلاص، يبقى انت تطبخي وهي الفلوس تبقى لنا لوحدنا. هو اني فاضيه؟ ما كفايه عليا المطارح اللي بنلف عليها طول النهار. هو ايه؟ هو اني مش شايله الليله كلها على دماغي ولا ايه؟ يعني انا اللي فاضي؟ ما انا قاعد عمال احوش عنكم الواغش والمقطيع. اما عجاي يا اخويا بناقص قعدتك دي بجملة، نبقى نقعد اني ونقول للمقطيع هش.